الأمر، هل تعتقد الولايات المتحدة أن السنوار أو قادة حماس يختبئون في رفح؟ وإذا لا، لماذا إسرائيل تسعى إلى الضغط في رفح؟ لقد رأيت بعض التقارير من صحافة إسرائيلية ومن صحافة أمريكية بالحديث عن معلومات استخباراتية تقول أنه ليس فعليا في رفح. لست سوف أعلق من منظور استخباراتي، لذلك لن أدخل في تفاصيل سؤالك، ولكنه من المنطقة سؤال ذلك إذا ما كانوا في رفح أو لا، ولكن ليس بإمكاني تأكيد ذلك.